طيب معايا مداخلة مهمة جدا عشان فرصة طيبة جدا برضو نعرف رأيه في الأحداث اللي موجودة على الساحة الرياضية في التوقيت الحالي. يمكن آخر أسبوعين كان في تطورات كتيرة، ولكن في التوقيت ده ما ظهرش الكابتن ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخبات الناشئين والشباب في منتخب مصر، أحد نجوم الكرة المصرية وأحد أساطير الكرة المصرية والنادي الأهلي. كابتن ربيع، مساء الفل ومنورني. يا محمد منور يا حبيبي، وانا سعيد جدا معاك ودايما موفق ومتالق يا حبيبي دايما. ربنا يخليك يا كابتن ربيع. فرصه طيبه وحضرتك معايا. اولا عايز اعرف تعليقك على دعوه نادي الزمالك وتلبيه الدعوه من جانب النادي الاهلي، وانا عارف ان العلاقات التاريخيه اللي ما بين الناديين اعتقد علاقات كبيره جدا، وليك اصدقاء كثيرين كمان من نادي الزمالك يا كابتن ربيع. اه طبعا، دي حقيقه حاجه جميله جدا بصراحه وبسطتني، وده اللي المفروض يبقى موجود يا محمد، وكان موجود خلي بالك من فتره قريبه جدا، وزي ما قلت انت الاسماء كان الكابتن صالح والكابتن طارق على طول في نادي الزمالك، والكابتن ابو رجيره عند مروان بالليل بيفطروا في رمضان في النادي الاهلي. والله كانت العلاقات دي كنت بشوفها بعناية، واحنا نفسنا كنا بنروح للزمالك في نحضر لما يكون في ماتشات في التمارين في افريقيا والزمالك عندنا، واصدقائنا كلها كل اصدقاء احنا طول عمرنا يعني عاقلين جدا وناضجين جدا ودورنا مصلحه الوطن ومصلحه البلد وكرة القدم الحقيقية بالحب يا محمد وبالاحترام واخد بالك، وعمرنا خلي بالك جيل الثمانينات مثلا او اي جيل احنا كنا بنلعب اهلي وزمالك، الزمالك يكسب نخرج على خير، الاهلي يكسب نخرج على خير، حبايب ومحترمين وزي الفل بصرف النظر عن نتائج ولا تعصب ولا توجيهات ولا اي حاجه خالص. فحاجه جميله جدا بصراحه، بشكر لك مجلس اداره نادي الزمالك ومجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن خطيب، وهو ده هو ده الصح. احنا عاوزين نشوف مصلحه وطننا، احنا محتاجين وطننا، محتاجنا، محتاج الناس العاقله، محتاج الناس الناضجه، محتاج الناس اللي هي بتدير الكوره في مصر بعقول ناضجه وكبيره جدا يا محمد. فبالتوفيق، وحاجه بصراحه تاريخيه، وانا مبسوط جدا، انا اول مره اسمع الكلام ده، مبسوط جدا 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 والله العظيم، حاجه جميله يعني. هو بالفعل خبر رسمي، ويمكن النادي الاهلي اعلنه منذ قليل يعني على صفحاته الرسميه، والزياره غدا باذن الله ان شاء الله. ولكن كابتن ربيع برضه لو هتكلم على الجيل التاريخي في الثمانينات والتسعينات، مين كان اقرب ليك من لاعبي نادي الزمالك؟ يعني دايما بتتقابلوا سواء قبل مباراه القمه بعد مباراه القمه. ده لحد دلوقتي، لحد النهارده. لحد دلوقتي. اسماعيل يوسف طبعا. اه. بالك. هشام ياكل. جمال عبد الحميد. معلش جمال. عندك يا رب مين؟ اشرف قاسم قبل ما يعني ما ي... ربنا يعيش فيه ويعافيه. برنس الكره المصريه. دي حقيقه. بنتقابل على طول، وكنا بنتقابل في نادي زد هنا لحد الوقت يعني الشباب بقى اللي بعديه يعني برضو متواصلين في بعض اوقات، مثلا تلاقيني قابلت مثلا وائل الالباني في افتتاح مثلا اكاديميه، في افتتاح في تسليم جوائز في يعني كتير جدا واخد بالك. ف محمد صلاح بصراحه لسه ما قبله قريب جدا بنتزاور وبنتقابل وبنقعد مع بعض اختار حقيقتك. فنصر ابراهيم خد بالك، والله كنا انا هو يعني كان كنت انا هو انا 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 ومحمد صلاح، كابتن محمد صلاح ونصر مع كابتن شوبير في نهائي ماتش في محافظات في الشرقيه قريب من شهر يا محمد. يعني على طول خلي بالك ومع بعض، وتعالى اشرب عندي، تعالى اقعد عندي، طب تعالى نعمل، طب تعالى الكاس خلي بالك كنت بجيبه النادي اللي بيلعب معانا في فرقه الشمس. من فتره قريبه فعلا صح. لا والله العظيم انا اللي كنت بجيبه. ليه؟ بجيبه وانا كنت بروح، بس ايام بقى ايه؟ ايام بقى الخير وايام الكابتن حسن شحاته وكابتن فاروق. كابتن حسن شحاته طبعا خلي بالك ده كابتن كبير وانسان على خلق وحاجه جميله جدا. كابتن فاروق يعني كل دول خلي بالك بنشوفهم، بنشوف بعض دايما خلي بالك، فمتزورين وبنشوف بعض وحبايب، وكنا الماتشات بتخلص يا محمد كنا بنروح ونعنق بعض وبنخرج على خير، والجمهور كان بيخرج على خير، والدنيا كانت حلوه جدا. يا رب تستمر على كده. هترجع ان شاء الله وهترجع، لان المبادره دي جميله جدا وحلوه جدا، وهي دي هي دي هو ده العقل، وهي دي الناس اللي فاهمه، وهي دي اللي عاوزه مصلحه الوطن. احنا لازم نفكر في وطننا، مصلحه الزمالك، مصلحه الاهلي، مصلحه الوطن فوق الجميع. اكيد. فانا مبسوط جدا من الادارتين وربنا يوفقهم يا رب كده، ونشوف بلدنا احسن بلد في الدنيا ان شاء الله. يا رب باذن الله. طيب كابتن ربيع، فرصه برضو اسالك على مباراة الأهلي وشباب بلوزداد والتعادل السلبي مع بلوزداد. الأهلي في صدارة المجموعة بست نقاط، لسه يعني الفرص متاحة لكل الأندية سواء يانج أفريكانز، بلوزداد خمس نقاط، ميدياما أربع نقاط. شايف ترتيب المجموعة إزاي؟ وشايف تعادل الأهلي في الجزائر خاصة بعد توقف استمر حوالي 50 يوم ما كانش فيه أي مباراة رسمية في مصر عكس الجزائر، كانت الدوري الجزائري مستمر وبلوزداد لعب حوالي سبع مباريات رسمية.
مظبوط، انت قلت بقى خلاص جبت، انا عاوز ايه؟ انا عاوز نتيجه، انا مش عاوز مش 90 دقيقه. اكيد اكيد، خلينا واقعيين، يعني ماتشات رسميه فورمه اللاعب ونضج اللاعب وشغل الملاعب وحالته الفنيه مع الماتشات الرسميه يا محمد، ده طبيعي جدا. انما النهارده برجع من 50 يوم وهم لاعب لي 7 مباريات، طبيعي جدا هو اللي يتفوق عليه على ارضه في وسط الجمهور. لكن بالخبرات انا كنت عاوز ايه؟ اللي عاوزه من المباراه بامر الله تعالى على الاقل، على الاقل ابقى اول مجموعتي بصرف النظر، عاوز اكسب. صحيح. الاهلي، الاهلي ما يعرفش غير المكسب بصراحه. انت النهارده بتخلص البطوله بالليل يا محمد وتخش بطوله ثانيه الصبح، لو قدر الله بيحصل حاجه، بص الجمهور بيحزن وزعلان وقلقان وقرفان، هو ده جمهور، الجمهور ده بيتعود على كل البطولات. ما فيش بطوله ما بتاخدهاش تدخل فيها الا لو النادي الاهلي عاوزها. والحمد لله ان الادارات اللي بتيجي في النادي بتخطط وبتنظم وبتتعب وبتجتهد عشان تسعد الجمهور وتحافظ على اسم الكيان، متواصله مع بعض من سنه 1907 لحد النهارده 24. كل الادارات اللي بتيجي بتشتغل للناس، للمصلحه، لاسعاد الناس، للحفاظ على الكيان. فالنهارده بفضل الله تعالى انت ايه؟ الحمد لله بتقدر النهارده تاخد بطولاتك وتسعد الجمهور. فطبعا ماتش بولوزداد طبيعي جدا، انا عاوز ايه منه؟ انا عاوز الـ3 نقاط يا النقطه قدرك، عاوز صداره المجموعه. فالحمد لله خدت صداره المجموعه وخدت النقطه اللي انا عاوز ومشيت خلال احداث المباراه، ما حصلش اي حاجات سلبيه الحمد لله، حاجات طبيعيه جدا في سير مباراه، طبيعي جدا على المستوى البدني والفني والمهاري، على مستوى الخطط طبيعي جدا. واحد عنده الحماس، واحد جاي اجهز منك شويه، عندك نواقص، انت غير ال 50 يوم عندك نواقص كتير يا محمد، فانت راجع نواقص اكتر من 10 لعيبه يا كابتن ربيع، او في يعني 10 لعيبه وتقول لي حد يستحمل يعني 50 يوم ده 10 لعيب، حط دول بقى يساوي ايه؟ اه اداء خضلك بصراحه ده كويس، كويس ان الاهلي كان متماسك، كويس ان كان فيه كويس كويس، حتى لو لسه وارقام الراجل المنافس اللي لعبناه امبارح احسن، لكن الاهلي اهلي. وتلاقي بقى الاهلي بقى ايه في الماتشات الجايه، خش بقى على الثقيل ال 16 تمام، لا بتاع العيال، لا بتاع البطوله اكيد اكيد. اه المباراه الجايه مع ميديانا في غانا، غانا بحقيقة اللعيبه بصراحه في غانا ان شاء الله. لا نكون احنا في كوماسي تحديدا يا كابتن ربيع، وانت اكيد رحت كوماسي وعارف اجواء كوماسي. واقفين احسن، انت عارف بقى كوماسي سنه 82 لما خدنا البطوله خدناها كوماسي، و83 لما وصلنا النهائي برضو بعدها كسبوا بجول الاوفسايد بتاع الحكم الجزائري، كنا في كوماسي. مظبوط. فالله صل على محمد، احنا متعودين ورجاله الاهلي متعودين والكل متعود، والمدرب الحمد لله فاهم وقرا فريق شغال فيها زي الو. لا حلوه كابتن ربيع، ارجع ارجع بس مكانك عشان الشبكه سامعني كده كويس كده كويس كده كويس. اتفضل. فانا قصدي يا محمد عندك المنظومه بفضل الله ماشيه بخطى جميله، الناس ما تستعجلش، عندك الاداره عارفه دورها، الجهاز الفني عنده دوره، اللعيبه، اللعيبه اللي بيسعدونا عارفين ادوارهم، الجهاز الفني عارف دوره وعارف تخصصه، الدنيا ماشيه حلو. فان شاء الله الناس تطمئن بفضل الله باذن الله، واحنا خدنا اللي احنا عاوزينه، والاهلي بيتهيبها في القادم احسن وافضل وافضل بمشيئه الله تعالى ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن ربيع، فرصه برضه اسالك على التعيينات اللي تمت الفتره الاخيره في الاجهزه الفنيه للمنتخبات، وتحديدا تعيين الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر. تعليقك على الاختيار، فرص منتخبنا الفتره الجايه بعد العوده لفكره المدرب الوطني، الدوري العام ومشوار الدوري العام الفتره اللي جايه، شايف يعني الامور دي ازاي؟ ودي اكتر امور مطروحه دلوقتي على الساحه الرياضيه، خاصه كمان بعد تعيين الكابتن علاء نبيل مدير فني لاتحاد الكوره. تمام، علاء مكسب ما فيش كلام، وحسام مكسب ما فيش كلام، الاثنين مكسب للمنتخب، يعني علاء لاتحاد الكوره لان علاء برضه مدرسه الكابتن جوهري، وفي نفس الوقت واخد خبرات كثيره جدا، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا بمشيئه الله تعالى في التخطيط والتنظيم. احنا عاوزين يا محمد بقى نميل للبرامج وللتخطيط وللتنسيق وللتنظيم والاداريات، الاداريات الحقيقيه اللي نصنع منها فنيات ونصنع منها برامج لفتره سنه وسنتين وثلاثه واربعه، هو ده اللي محتاجينه في اتحاد الكوره. اكيد. وحسام حسن طبعا مكسب ما فيش كلام، ياخد فرصته، ياخد فرصته، حسام نجم كبير، حسام مدرب كبير، حسام اسم كبير، ان شاء الله ينجح، واحنا محتاجين من حسام بقى نرجع كره القدم الحقيقيه لمنتخب مصر، الشخصيه والعقود اللي احنا تعودنا عليها، المهاره، الابداع، الابهار، كره القدم ومنتخب مصر لازم يرجع. الموضوع يا محمد خلينا في النتائج بامر الله، ان شاء الله انت واثقه، انت كاس العالم بامر الله تعالى هتوصل باذن الله، خليها على جنب. انا كاس قبل كاس الامم يا محمد قلت لهم يا جماعه احنا مش مهم كاس الامم، المهم هنعمل ايه في كاس الامم، هو ده اللي المفروض المدرب يشيل همه. يعني الوصول، يعني الوصول دلوقتي
الاتحاد الدولي عمل كل الناس بقت في افريقيا، كل الناس في كاس العالم، عندك 10 فرق او 9 ونص في كاس العالم اللي جاي ده. هو كل الفرق المستعده في المستوى الاول كلها موجوده، ده فضل ونعمه الحمد لله. لكن احنا هنعمل ايه يا محمد؟ ده اللي مطلوب من الحساب. اعمل تيم ان شاء الله اشتغل بيه في كاس العالم وكاس الامم الاثنين مع بعض، اللي هو كاس الامم هيجي بعد كاس العالم. فلازم اعمل تيم كبير متوسط اعمار بلاعب بديل شخصيه، هو ده عشان اعمل شغل كويس في اتحاد في كاس العالم. احنا عايزين شغل كويس، فده اللي مطلوب من حسام. حسام لازم يتعب، لازم ينظم، لازم يعمل جدول كويس قوي، لازم يعمل برنامج. ليش بقى حسام يعمل برنامج يا محمد؟ من ساعه ما دخل لحد اخر يوم لي في التصفيات، انا يا جماعه البرنامج بتاعي 1 2 3 4 اتفضل، الاتحاد يساعده، الرابطه تساعده، الاعلام يساعده، احنا نساعده، كلنا في ظهره، عشان احنا في ظهر مصر مش حسام، مصر اللي هي فوق الجميع. فبالتوفيق ان شاء الله، وكلنا متفائلين، وان شاء الله لايح كويسه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله تعالى. والله يا كابتن ربيع نتمنى التوفيق للكابتن حسام. يمكن انا تحديدا من الناس اللي بتحب جدا جيل 90، يعني الجيل ده اللي حببني في الكوره، فتجربه للكابتن ربيع مع منتخبات الشباب حببتني في الكوره اكتر. تجربه حسام مع منتخب مصر اكيد، تجربه الكابتن علاء نبيل، يعني عارف جيل 90 ده ليه خصوصيه احنا تحديدا بنميل ليها، فدايما بنتمنى لكم التوفيق والله يا كابتن ربيع. احنا خادمين للوطن يا محمد، في اي وقت في اي وقت في اي مكان، خادمين لولدنا ولوطننا وسعداء، وبنتشرف ان انا كنت في يوم من الايام في كاس العالم عشان مصر، اولمبيات عشان مصر، كاس امم عشان مصر، العاب افريقيا عشان مصر. مصر دي فوق الجميع، ومصر دي في دمنا يا محمد، انت عارف بلدنا وخيرها علينا وعايشين في خيرها، ونتمنى لها كل الخير وكل التوفيق. وبتمنى لك برضه بالتاكيد كل الخير وكل التوفيق، ونشوفك كده دايما في الملاعب يا كابتن ربيع منور ومتالق. شكرا جزيلا ليك كابتن ربيع ياسين، يعني احد اساطير الكره المصريه واسطوره في النادي الاهلي الكابتن ربيع ياسين. والكابتن ربيع ياسين يا جماعه من الناس اللي صعدت وطلعت جيل جيد جدا من اللاعبين، كان قوام رئيسي للمنتخبات الوطنيه في الفترات السابقه. كابتن ربيع ياسين من المدربين اللي بيلف كل محافظات مصر، وانا اعتقد حسام حسن نفس المدرسه. النهارده اول مباراه في الدوري الممتاز بيحضرها البنك الاهلي وزد، توقعاته هيحضر في دوري المحترفين، هيطلع لعيبه من القسم الثاني. حسام حسن بيتميز بغض النظر عن النتائج اللي كنت بتكلم عليها قبل كده، ولكن في نقطه عند حسام حسن انا شفتها الفترات الاخيره مع الانديه، مدرب عينه كويسه، بيختار لعيبه كويسه، بيختار لعيبه في مراكز جيده. يعني حسام على مدار مشواره مع الانديه حتى لو ما حققش القاب، ويمكن دي معادله صعبه لانه كمان ما اشتغلش في الاهلي، يعني على فكره في مدربين ممكن يكونوا فنيا اقل من حسام حسن ولكن حققوا بطولات في اماكن تانية. هو ما حققش القاب ولكن كان ليه تاريخ في الفترات اللي فاتت انه طلع لعيبه وخلى لعيبه بارزه بشكل كبير جدا في انديه كان صعب جدا اللعيبه دي تظهر وتتالق فيه فترات سابقه. فالعين الثاقبه دي نتمنى الفتره الجايه نشوف حسام لما يبدا يتم اختيارات الاجهزه اللاعبين اللي ممكن هيبدا معاهم المعسكرات في الفتره اللي جايه. ده جانب كان مهم جدا. ألقينا الضوء على زيارة النادي الأهلي غدا بإذن الله لمجلس إدارة الزمالك وتلبية الدعوة، وكمان مداخلة مهمة مع الكابتن ربيع ياسين، اتكلمنا في كل الأمور المطروحة على الساحة الرياضية.